للحديث عن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الدولة في العراق عامة وديالة خاصة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث والسياسي نظير الكندوري. أهلا بك سيد نظير. يعني بداية، عقارات الدولة بديالة مباحة أمام من سماهم قائم مقام بعقوبة بمافيات الأراضي. السؤال هنا، من يدعم تلك المافيات فيما لو استخدمنا المصطلح الذي استخدمه قائم مقام بعقوبة؟ تفضل. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أجد أن قائم مقام بعقوبة قد يعني نجح في توصيف هذه العصابات من خلال استيلاءها على هذه الأراضي حينما وصفها بالمافيات، والمافيات جميعنا نعلم هي عبارة عن مجاميع من السراق ويأخذون أموال الآخرين بالقوة ويستولون عليها بالقوة. وما يحصل في ديالة من استيلاء على الأراضي، أراضي المواطنين أو أراضي الدولة بالقوة، هو تجسيد بشكل واضح لأسلوب المافيات في تعاملها مع الأملاك الآخرين. وحينما نطلق على أنه هذه هي عصابات مافيوية، فبالتأكيد لا تستطيع هذه العصابات أن تتحرك بدون دعم حكومي أو دعم أمني أو حزبي من الأحزاب المتنفذة لكي تستطيع أن تتحرك بحريتها وتستولي على أموال الآخرين. وقد يعني قائم مقام بعقوبة ذكر ذلك بصراحة وقال إن هذه المافيات تنتمي إلى أحزاب متنفذة بالحكومة، هي من توفر لها الغطاء لأعمالها غير الشرعية. سيد نظير، بما تفسر إذن خروج قائم مقام بعقوبة للكشف عن هذه المافيات؟ ألم يجد من الأدوات والصلاحيات ما يحمي به أراضي الدولة، أم هناك أسبابا غير ذلك برأيك؟ نعم، أنا أعتقد أن يعني محاولة قائم مقام بعقوبة بالخروج على وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل وإعلان هذا الأمر بشكل علني يعني أنه قد عجز ووصل إلى أبواب مسدودة لمحاربة هذه المافيات بطريقة يعني رسمية وعن طريق القنوات الرسمية، بمعنى أن الدولة تخلت عنه وهو تطوعا يريد أن يحارب هذه المافيات. هذا دليل على أنه لا توجد سلطة للدولة، وأن هذه الأحزاب وهذه المجاميع المسلحة تستطيع أن تتحرك بدون رادع وبدون رقيب. الطرمية ومحيط مطار بغداد ثم البكرية والاستيلاء كذلك على أراضي الموصل، والآن ديالة متواصلة منذ بدء العمليات العسكرية عليها كما تعلم سيد نظير. بما تفسر تزايد عمليات وتيرة الاستيلاء على تلك الأراضي والعقارات خاصة في الموصل وديالة؟ يعني أعتقد أنا يعني هذا الجانب السياسي لهذه الجرائم، أنا أعتقد غض النظر عن هذه المافيات وهذه الجرائم التي ترتكبها وبالذات في هذه المناطق، والمقصود بها مناطق السنة التي تم تهجير العديد والمئات الآلاف من أبنائها ومحاولة الاستيلاء على أراضيها وثم بيعها بأسعار كبيرة لربما يعني أناس هم ليسوا من أهالي المنطقة، وهذا تعريف واضح بأن حالة تغيير ديموغرافي تحدث في هذه المنطقة. هم لا يريدون أن يكون النسيج الاجتماعي في هذه المناطق كما كان سابقا، ومحاولة لتمزيق هذا النسيج الاجتماعي، وبالتالي يسهل السيطرة على هذه المناطق ويحولوها بالطريقة التي يريدونها. يعني كما تعلم أخي، يعني أرجو أن لا أطيل، يعني لكن كما تعلم أن هناك كثير من المشاريع السكنية التي تبنتها الدولة نفسها كان الهدف من عندها ليس لمسألة الإعمار أو توفير السكن الصالح للمواطنين، إنما هي محاولة لتغيير ديموغرافي في مناطق معينة هي تحتاج أن يكون هناك تغيير ديموغرافي فيها، لا سيما يعني حوالين بغداد وما يجاورها. السؤال الأخير الآن سيد نظير، يعني إلى ما تهدف سياسة الاستيلاء على الأراضي، وإلى ما يمكن أن تنتهي تلك السياسة فيما لو جرى السكوت عنها وعدم كشفها؟
أخي الكريم، يعني قام مقام نبه على هذا الأمر، قال إن الاستمرار في هكذا عمل لن يجعل يعني عشائر المنطقة وأهاليها أن يسكتوا إلى الأبد، وبالتالي فإن الاستمرار بهذا الأمر ربما يعيد سيناريو جديد من الحرب الأهلية. يعني ما يحدث الآن، هناك سلاح على الأراضي بالقوة من أهالي المنطقة، وإذا ما استمرت هذه الحال فإن هؤلاء الأهالي سوف يثورون يعني على هذا الظلم الذي يقع عليهم، وبالتالي سيكون بابا جديدا لحرب أهلية في هذه المناطق، وهذا ما نخشاه جميعا. لكن هذه المافيات وهذه الأحزاب مصرة على أن تعمل هذا التغيير الديموغرافي في البلد، ولا تأبه بما يمكن أن ينتج عنه من يعني حروب أهلية داخل هذا البلد. الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.